السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد لربح عملة الروبل. الموقع دي له 10 أيام شغال. دي إحصائية الموقع، مجموع المشتركين، مجموع المدفوعات، احتياطي المشروع. الموقع بيعطيك 50 روبل هدية في رصيد الشراء، بتشتري بيهم مونكي، بينتج لك موز بتجمعه بتضيف لك في رصيد السحب، وعندك في مكافأة فيديو لو هتعمل فيديو للموقع، وفي مكافأة على رصيد لو انت هتوضح في الموقع. لا يوجد كعب على الخادمة، لا توجد نقاط، ودون اي نقاط، يعني مفيش نقاط في الموقع. الموقع شغال عادي. هنخش على الموقع ونشوفه من جوه. طريقة التسجيل في الموقع، بنيجي بندوس من هنا او بتكتب الاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد، وتنقل الارقام دي هنا وتعلم على الشروط تعمل تسجيل كده، يبقى انت بقالك حساب في الموقع. هنيجي من هنا نعمل تسجيل دخول، هتحط الايميل والباسورد وتعمل تسجيل دخول. اهو دي واجهة الموقع من الداخل، لسه مسجل حالا من شوية، حتى ما اشتريتش حاجة اهو. يعطاني 5000 روبل، هتلاقيه هنا في رصيد الشراء 5000 روبل، تمام، من الفضة. هنيجي نخش هنا اول حاجة على المونكي هنا، اهو تشتري القرد الاولاني دوت بال5000 روب من الفضة، نترجم كده باللغة العربية. اهو ده قيمته 5000 الاولاني، هنعمل شراء. هيقولك لازم تجمع الاول، عشان كنت مسجل من شوية. نخش كده هنعمل جمع مع انه مفيش حاجة. هنخش تاني على الشراء ونشتري القرد الاولاني، اهو تم الشراء، تمام كده. بقى عندنا ايه، 1 قرد. هنخش بقى على ايه بقيه القروض. في قرض ب2000 ولا ب20000 وب34206، 3426، وده ب2000. لا يا رب، ده ب20000، ودوت ب50000، وده ب110000. كل واحد فيهم بيعطيك يعني ايه ربح اعلى من التاني. هتلاقي الربح بتاعه هنا مكتوب فوق منه هنا، يعني مثلا ايه الاولاني اللي هو المجانا دوت بيديك يجلب لك 669 في الساعة، واللي تحتيه 962 في الساعة. هنكمل بقية شرح الموقع. طبعا الاعدادات مفيش اعدادات، هتخش على الاعدادات هتلاقي ايه الايميل والاسم والكلام ده، مفيش محفظة ولا الكلام ده. هنخش على ايه الجمع بعد كده، بتشتري من هنا وبتجمع من هنا، اهو بتخش هنا بتلاقي الموز اللي نزل من الشجرة بتجمعه بيتضاف لك في رصيد السحب. وفي مكافأة يومية اهي، مكافأة بتحصل عليها كل يوم، حصلت على 14 في رصيد الشراء، تمام. وفي هنا فيديو يوتيوب بتعمله لو جودته عالية بيديك من 1 من 10 روبل لحد 1000 روبل. ومن هنا مبادلة الرصيد، ممكن تبدل رصيد من رصيد الشراء لرصيد رصيد السحب لرصيد الشراء. هنترجم كده باللغة العربية، هي مبادلة. انت بتحط المبلغ اللي عندك وبتعمل صرف على طول بيت ايه اول. من هنا رابط الاحالة بتاعك، الاحالات اهو بيديك تحصل على 20 من كل رصيد تجديد. اي حد يوضع في المي في الموقع بتاخد 20%،
ماشي، ودي لافتات لو انت عندك مدونة او موقع، تمام. بعد كده هنا بقى بتيجي على الرصيد اللي هو رصيد اعلى ما يصل اليه، يعني رصيد لو انت عايز توضح في الموقع اللي هو رصيد الشراء، تيجي من هنا بتحدد البنك اللي انت هتودع منه وتدوس عليه هكذا، وتحط المبلغ وتعمل توجيه لإيه للإيداع. ومن هنا طلب السحب، بتخش كده تعمل طلب سحب سهل جدا وهو مفتوح، بتحط عدد البنك، بتحط رقم المحفظة، وهنا بتحط المبلغ اللي عندك وبتعمل طلب دفع. وبكده يكون انتهينا من الشرح. موقع يعني اهو يشتغلوا عليه لسه جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.